Assalamu alaikum. Students, today we have the last part of the cardiovascular system. As you remember, in the last lecture, we have a few slides about the capillaries. We reach now to the types of capillary. So we divide it into three types, according to the structure of the endothelial cells and also the presence or absence of the basement membrane. يعني حسب تركيبة الاندوثيليال سيلز يعني علاقتها مع بعضها يعني مرتبطة ارتباط قوي أكو جابس بيناتهم أو أكو ثقوب وأيضا البيزمنت ممبرين كونتينيوس أو لا فعلى هذا الأساس تم تقسيمها إلى ثلاث أنواع اللي هي الكونتينيوس المستمرة يعني شكلها منتظم ثانيا الفينستريتد اللي هي تحتوي على فينستراي أو بورز ثقوب والثالثة اللي هي راح تكون الساينوسويدال كابيلاريز اللي هي أخذتوها بالبون مارو. هذا هو شكل الدايجرام يمثل الـ 3 تايبس. شوفوا هنا عن المقطع مالتها شكلها منتظم هاي الكونتينيوس. الفينستريتد هي وجود الفينستراي أو البورز الثقوب بين كل endothelial cells والأخرى. سوري وبالنسبة إلى الثالث نوع اللي هي يسموها الديسكونتينيوس أو sinusoidal the same name هو وجود الفراغات الكبيرة وأيضاً الـ basement membrane راح يكون interrupted يعني مو continuous مثل هذول. هذا الخط الأحمر هو يمثل الـ basement membrane فهذول بالنوعيتين الأولى أو الثانية يكون continuous لكن بالنوع الثالث راح يكون interrupted. النوع الأول اللي هو الكونتينيوس كابيلاريز طبعا اللي يميزه structurally هو انه الاندوثيليال سيلز joined together ويكونون يعني لانه اتصال قوي يعني بين خلية والأخرى فتكون uninterrupted وتكون لي solid lining يعني فت قاعدة قوية لأنه الخلايا مالتها هي single layer بس مرتبطة مع بعضها. أيضا تكون موجودة بالنسبة للمسلز والconnective tissue بالنيرفز يعني أكثر أنواع انتشارا هي الcontinuous capillaries. السيتوبلازم اللي راح يميزها هو انه يحتوي على عدد كبير من البينوسيستوتيك فيسيكلز. هاي الفيسيكلز هي فائدتها بالترانسبورت اوف ماكرو مولكيولز اكروس ذا اندوثيليال سيلز. الماكرو مولكيولز تشمل الليبيد البروتينز الجلايكوبروتينز whatever يعني هاي الأنواع يعني lipids عموما الجلايكوبروتينز الليبوبروتينز هاي كلها أنواع جزيئات كبيرة فتحتاج إلى نقل يعني بهاي الفيسيكلز. نيجي هنا بالنسبة إلى الدايجرام يبين شكل الكونتينيوس كابيلاري. شوفوا اللومن مالتها يتسع ل ار بي سي وحده حتى تتخيلون ايش قد صغير القطر مال الكابيلاري. هاي هي الاندوثيليال سيلز هاي وحده هاي جايه الثانيه بصفها هاي الثالثه وهاي الاخرى وهكذا كلهم رستد اون هذا كونتينيوس هذا الخط السمائي هذا كله هو عباره عن بيزمنت ممبرين وهذا هو اللي دي يغلفها وأيضا عندنا من الخارج إذا تذكرون أكو الباريسايت سيلز هاي خلايا تحيط من الخارج للإندوثيليال سيلز أو للكابيلاري قلنا هي type of contractile cells. طبعا هذا نتيجة لأنه هو يعني شكله منتظم وبيزمنت ممبرين متكامل وهي tightly يعني joined each other فلذلك هو راح يكون least permeable يعني
نفاذيته قليلة من خلال الجدار مالته، يعني هذا النوع من الكابيلاري. بينما النوع الثاني اللي هو الفنستريتد، فقلنا هو يمتاز، اسمه مأخوذ من شكل الوول، وجود البورز بالوول، وطبعا أيضا راح يكون عنده البيزل لامينا أو البيزمنت ممبرين كونتينيوس. هذول النوعيتين البيزمنت ممبرين يكون بيهم كونتينيوس. هذا النوع يكون أكثر شيء موجود في الاندوكراين تيشوز وبالجلاند أيضا، بالسمول انتستين وبالكدني جلوماريولاي. السبب في ذلك لأنه هذا النوع من الكابيلاريز يكون موجود في الأنسجة اللي تحتاج rapid exchange of small molecules بين البلاد والتشوز. فمثلا أنا عندي هنا السمول انتستين، السمول انتستين اللي يصير بها الابزوربشن، فإذا السمول مولكيولز اللي مال الغذاء اللي صارت حتى تنتقل إلى البلاد الموجود بالفلاي وبعدين ينتشر إلى كل أنحاء الجسم. فإذا هاي العملية تحتاج إلى rapid exchange. ايضا بالنسبه مثلا بالكيدني جلوميرولاي هنا الفلتريشن يكون، فايضا تحتاج الى رابيد اكسشينج. فاذا نوعيه الكابيلاريز اللي تكون موجوده بهاي التشوز من نوع الفنستريتد. هاي عندنا شكلها للكروس سكشن مثل ما يقولون، يعني كدايجرام. طبعا ايضا اللومن شوفوه فقط ار بي سي وحده موجوده. هاي ايضا البينوسيستوتيك فيسيكلز تكون موجوده، لكن شوفوا الوول كله perforated بورز بي، فهاي تساعد هاي البورز في انه يصير عندي الرابيد اكسشينج اوف ذا سمول مولكيولز. نجي على النوع الثالث اللي هو السينوسويدال كابيلاريز. السينوسويدال او اسميها الديسكونتينيوس كابيلاريز، هذا النوع راح يكون شكله irregular وتورتوس باث، نوعا ما يعني ملتف مو يعني ستريت. ايضا راح يكون عندها وايدر دايمتر لانه البيزل لامينه ايضا هو discontinuous، فهي تصير كانما opened اكثر من يعني من اللازم، فيصير عندها wide diameter. طبعا كلها راح يكون طالما هي discontinuous معناها اكو gaps بين الاندوثيليال cells، وايضا الفائده من عندها هو الاكسشينج لللارج مولكيولز نوبات الهول سيلز تعبر. هاي طبعا في حاله بين يعني البلاد والتشو سيلز. مثلا احنا عندنا اخذناها بالبون مارو، احنا قلنا مثلا بالميجا كاريوسايتس اللي كانت تكون لي البليتليتس بريكسر اوف بليتليتس، قلنا من يصير عندها بينشينج اوت للبليتليتس هي دائما تكون وجودها قريب من السينوسويدال كابيلاريز، حتى راسا تطلع تروح الى البلاد ستريم من خلال هاي السينوسويدال كابيلاريز. ايضا مثلا يعني الهيموبويتيك سيلز اللي موجوده بالبون مارو مجرد ما تتكون وتصير عندي ماتشور سيلز راسا راح تعبر الى البلاد ستريم من خلال هاي السينوسويدال كابيلاريز. فهذا هو اللي قلنا عليه انه السيلز اصلا هي ماكو اي ارتباط بين وحده ووحده، اكو فد جابس بيناتهم بين وحده والثانيه. ايضا هو نفسه البيزمنت ممبرين هذا السمائي اللي المفروض هي rested on it ايضا هو interrupted، فهذا الشيء ينطيها فد لارج لومن، هذا اللومن مالتها كلش يكون اعرض بالنسبه لبقيه الانواع. نجي على موضوع الكابيلاري بيدز. طبعا الكابيلاري بيدز تكون هي انه متكونه من الميت ارتريولز. الميت ارتريولز برانشت، فبمجرد ما يصير بي برانشينج يبدي يكون نتورك، لانه الكابيلاريز ما راح تكون موجوده بشكل منفرد وانما بشكل نتورك.
هاي النتورك اوف كابيلاريز اسميها الكابيلاري بيدز. لكل نقطة تتفرع من عندها الكابيلاري من الميت ارتريول توجد رينج اوف سموث مسل. هاي الرينج اوف سموث مسل اسميها البري كابيلاري سفنكتر، العضلة العاصرة، يعني اللي تعصر بداية الكابيلاري حتى تسده للمجرى. فإذا هي كنترول للبلود فلو into the capillaries. طبعا الدنسيتي اوف كابيلاري بيدز نمبر يعني proportion is proportional with the type أو of metabolic rate of the tissue. So if we had a tissue with a high metabolic rate as in kidney, liver, cardiac muscle and the skeletal muscles, so in these tissues they had a large number of capillary beds. طبعاً the opposite is true for the tissues with a low metabolic rates. طبعاً هذا هو شكل الكابيلاري بيد. طبعاً عندي هذا هو الأرتريول، تطلع منه برانش، هذا اللي هو الميت أرتريول. الميت أرتريول هو اللي راح يتفرع ويكون لي الكابيلاري بيد. فبكل مكان يتفرع منه الأوريجين، يعني كل point that the capillary originate from the met arteriole, there will be a pre-capillary sphincter. هاي العضلة العاصرة يسموها. شوفوا كل مكان موجودة. وقلنا هاي هي يعني control للblood flow in the capillaries. وطبعا بعدين عندي راح يكون هنا البوست كابيلاري فينيولز اللي راح يسوي كولكشن للدي اوكسجينيتد بلاد. بالكابيلاري باد اكو تركيبه اخرى موجوده اسميها الفاسكولار شانت. الفاسكولار شانت هي عباره عن شنو؟ انه الميت ارتريولز تكون على يعني in continuous ويا البوست كابيلاري فينيولز من خلال الثروفير شانلز. هاي هي عبارة عن قنوات خاصة بس هي أيضا تعتبر امتداد من الأرتريولز، تنطي اتصال مباشر بين الميت أرتريولز والبوست كابيلاري فينيولز من خلال هاي تكون هي بالوسط بيناتهم بدون المرور بالكابيلاري بيد. فإذا الثروفير شانلز هي عبارة عن continuation of the met arterioles enables blood to bypass. Bypass يعني يتجاوز أو يعبر الكابيلاري بيد وفلو دايركتلي انتو ذا فينيول اللي هو البوست كابيلاري فينيول. هذا شو اسميه الفاسكولار شانت. طبعا هذا شو وقت يحدث؟ هذا يحدث في حاله انه انا عندي فد جهد اضافي دي يبذل الانسان، مثلا دي يشتغل او دي يركض، فيعني يحتاج الى more blood flow إلى هاي الأريا. إذن بهاي الحالة فراح يصير عندي redirection of blood flow. إذن the blood vessels راح تسمح بمرور a lots of blood إلى the working muscles حسب المكان يعني اللي يحتاج، وتقلله من الأماكن الأخرى اللي ما تحتاجه، حتى تضخ دم أكثر إلى هاي المنطقة أو الworking muscles. في حالة إنه الworking muscles خلصت شغلها، يعني هو هذا في شيء temporary مو دائما يكون، فلذلك كل شيء يرجع يعني the blood distribution returns to its normal route. هذا هو الفاسكولار شانت اللي دنقول عليه. إنه هذا بالحالة العادية موجود.
لكن هي هاي الثروفير شانل هي موجودة، لكن ايش وقت يكون شغلها؟ من يكون هناك فت سمباثيتك ستيمولايشن او فت وورك معين حيصير بمصل، فتحتاج الى بلاد اكثر. فهاي السفنكتر muscles اللي موجودة قلنا عليها راح تصير بيها closed، فيعني تغلق مجرى الدم، فما يمشي بالكابيلاريز أو بالكابيلاري بيد، وإنما توجه مجرى الدم كله direct من خلال هاي الثروفير channels، تعبر كله حتى يوصل إلى الفينوس سيستم. هذا هو القصد بال vascular shunt. ايضا عندنا شيء اخر يصير هو الارتيريو فينوس انستموسيس. الانستموسيس يعني نوع من الارتباط بين الارتريز وال يعني الارتيريال سيستم والفينوس سيستم. طبعا هو اكو انواع بالانستموسيس، اكو ارتيريو انستموسيس، واكو فينوس انستموسيس، واكو ارتيريو فينوس انستموسيس. احنا اللي يهمنا الارتيريو فينوس انستموسيس، هي عباره عن دايركت كونكشن بين سمول ارتريز ويا سمول فينز، وبدون وجود الكابيلاري سكشن بتوين ذم، هما مجرد اتصال مباشر. بس هذا طبعا الاتصال هذا يكون دائمي، مو مثل ذاك مال فاسكولار شانت قلنا يكون مؤقت حسب النيد، يعني حسب اذا اكو وركينج ماسلز في اورجن معين او في بارت معين من الجسم فيحتاج بلاد واكسجين اكثر. هنا لا، هذا موجود انه اكو كونكشن بين سمول ارتريز وسمول فينز. العبارة هو هذا الارتيريو فينوس انستموسيس راح يكون هو عبارة عن شورت فيسلز، وتكون عندها فد لارج انر دايمتر، وايضا تكون عندها ثيك مسل وول حتى يكون البلاد فلو بينها سريع. طبعا هذا الارتيريو فينوس انستموسيس اكثر شيء راح يكون موجود بالسكن. السبب في ذلك انه انا عندي مثلا حسب الاكسترنال كونديشنز او الانفايرومنتال كونديشنز، يعني ما بين الهيت والكول راح يتاثر الهيت اوف ذا بودي. فان اوردر تو كيب ات از ان نورمال رينج، هذا راح يعتمد على درجه حراره الانفايرومنت. ف الارتيريو فينوس انستموسيس دايركتلي كونكت للارتيريال والفينوس سيستم. طبعا هي راح تكون كمان بالنسبه للسكن في الاماكن التاليه، بالفينجر تيبس، وايضا باللبس، وبالنوز، وبالايرز، وبالتوز، يعني الاطراف، يعني اطراف الاصابع، بالشفه، النوز، هاي الاماكن الطرفيه اللي هي اكثر شيء تكون معرضه. ليش؟ لانه هو السكن اكثر شيء هو اللي يكون in contact with the environment. فاذا الهدف من الارتيريو فينوس انستموسيس هو للهيت ريجوليشن، لانه هنا ما راح يتم نقل يعني مثل ما شفناها بالفاسكولار شانت يعني نورشمنت لا، هنا اذا كان عندي ارتفاع في درجات الحراره فاذا لازم شو يسوي؟ يحاول انه يعني تكون البلاد فيسلز قريبه من سطح الجلد، فاذا صار عندي فازو دايليتيشن، اذا شو لازم يسوي؟ يحاول انه ينطي اعاز، يصير عندي فازو كونستريكشن حتى اقلل من كميه البلاد، اقلل من الفلاشينج، حتى ايضا ممكن ان يصير وياها طبعا سويتنج حتى يخفض درجه الحراره. بينما في حاله انه كولد يعني وذر، يعني حتى يرجع درجة الحرارة إلى الأطراف يعني، فيسوي يعني يقرب، بالعكس يسوي فازو دايليتيشن حتى يقترب يعني البلاد بالبلاد فيسلز من السكين، وينطي الورمنس الموجودة، فبالتالي ترتفع شوية الحرارة.
هذا هو الارتيريو فينوس انستاموسس. شوفوا هنا عندي هاي كابيلاري بيد، وهاي هي الـ يعني الكونكشن. هاي عندي البري كابيلاري سفنكتر مصل، وهاي هو الفينيولز. هنا عندي شوفها بعيدة عن هذا، اكو دايركت كونكشن بين السمول ارتري والسمول فين. شوفوا هنا يعني الوايد دايمتر وثيك ماسكولار وول. ايضا هذا تخطيط رسم اخر يمثل الارتريو فينوس انستاموسيس بين الفينيول وبين الارتريو، ما إلى علاقة بالكابيلاري الموجودة للأعلى. بالنسبة إلى الفينز، هي اللي بقت لنا الفينز، طبعا راح تكون الترتيب مالتها، لأن إحنا كلها يعني ماخذيها يعني سيركوليشن واحدة، فبدينا بالأرتيريال سيركوليشن، انتهينا بالكابيلاريز، بعدين البلاد يروح يتجمع من الكابيلاريز إلى الفينيولز، بعدين سمول والميديوم سايز فين، بعدين يوصل إلى اللارج فينز. فهنا الترتيب صار عكس الترتيب مال الأرتيريال سيستم. نجي على أول شيء الفينيول. طبعا الفينيول راح يكون عندي نوعيتين، اكو عندي البوست كابيلاري فينيولز اللي هو او سمول فينيول، هذول اللي يكونون كلش قريبين من الكابيلاري، لان هو كل ما يعني يبتعد يبدي شويه السايز يختلف. فعندي لارجر فينيول وسمول فينيول او البوست كابيلاري فينيول. فالسمول فينيول هو اللي راح يكون يعني similar in its structure to the capillary، راح يكون عنده very thin wall، وأيضا يكون عنده more parasites عموما بالفينيول. التونيكا انتما راح تكون هي لأنه thin، فأيضا هي single layer of endothelial cells، لكن اللي تحتها راح يكون very thin sub-endothelial layer. أما الاختلاف راح يكون هو عندي بالتونيكا ميديم. في حالة السمول فينيول فقط راح يحتوي على إضافة إلى يعني التونيكا انتما، التونيكا ميديا تتكون فقط من كونتراكتايل باريسايتس. هذا سمول فينيول أو أسميه بوست كابيلاري فينيول. أما في حالة إنه شوية زاد الحجم، صار يعني ابتعد عن مستوى الكابيلاري بيد، صار عندي larger venule، إذا هنا الباريسايتس راح تستبدل or replaced by smooth muscle cells. وطبعا هنا كل ما يكبر كل ما السموث muscle cells layer راح تزيد. فهنا عندي كبداية راح تكون من 2 إلى 3 layers من السموث muscle، وأسميه بهيك حالة المسكولر فينيول. هو فينيول لكن سميته مسكولر لظهور طبقات المسكولر سيلز، سموث مسل سيلز بالنسبة للتونيكا ميديا. طبعا هذا المسكولر فينيول هو اللي راح يسوي درين بعدين إلى السمول فين. تونيكا ادفنتشيا ايضا بالنسبه الى البوست كابيلاري فينيولز او السمول فينيولز ما راح تكون موجوده، نط يعني بريزنت. اما بالنسبه الى يعني اللارجر فينيول فراح تكون ايدنتيفابل. هذا عندنا ايضا سلايد يمثل الفينيولز، شوفوا اللارج لومن اوف ذا فينيول، وهي هي الـ thin wall of venule. هاي كلها عبارة عن endothelial cells. هاي اللي بداخله هو عبارة عن RBCs. الـ small size والـ medium size هما ما راح يختلفون يعني هواية بالتركيب، فلذلك راح ناخذهم تقريبا يعني with each other. تونيكا انتما ايضا تتكون من فقط endothelial cells، ما راح يختلف هواية عن القبلة الفينيول، وايضا عنده sub endothelial layer وتكون ايضا thin.
التونيكا ميديا هنا أنا شوية اختلفت لأنه كبر السايز، فصار عندي small bundles of smooth muscle، راح يعني تبين bundles عندي، وأيضا راح يظهر لي شوية من ال reticular وال elastic fibers يعني بين الطبقات مال ال smooth muscle. التونيكا ادفنتيشيا هي عموما بالفينز تكون واضحة، فكل ما يكبر السايز كلما تكون أوضح، فهي well developed. أما الفالفز فهي تظهر فقط بالميديوم سايز فين. اللارج سايز طبعا هذا هو يعني اللاست وان، هو يكون عند اندوثيليوم واضحة وأيضا سب اندوثيليال لاير من الكونكتيف تيشو. التونيكا ميديا عموما باللارج فين تكون ثين، وتتكون يعني ميكست بين السموث مسل وبين الكونكتيف تيشو فايبرز اللي هي الريتيكولار والإلاستيك فايبرز. التونيكا ادفنتيشيا راح تكون ثيك وتحتوي على ايضا بندلز من السموث مسلز وتحتوي على الفازا فازورم لانه هو لارج فين، فمهما كان يكون ثيك وول عنده فتحتاج الى نورشمنت. وقلنا الفينز تحتاج الى فازا فازورم اكثر من الارتري لانه تحمل دي اوكسجينيتد بلود، فصعب النورشمنت مالتها. عموما كمقارنة بين الارتريز والفين، الفين يكون الوول مالته يعني ثينر ولكن الدايمتر اوف ذا لومن راح يكون لارج. هذا عندي يعني سكشن للمقارنة بين الارتري والفين، هذا كله الارتري، شوفوا الوول قد ثيك مقارنة بالوول of the vein. فقط عندي التونيكا ادفنتيشيا بالفين راح تكون thicker than that of the artery، بينما التونيكا ميديا of the artery لا بالعكس تكون جدا thick، فلذلك احنا قلنا التونيكا ميديا of the vein thin مقارنة بالارتري. ايضا هذا سلايد يبين المقارنة بيناتهم، هذا هو شوفوا large lumen of the vein، هذا أيضا هنا أكو vein صغير وأكو artery صغير، أيضا شوفوا اللومن مقارنة باللومن of the artery. شوفوا التونيكس، هاي تونيكا ميديا والتونيكا adventitia يعني شقد thick وprominent، بينما هنا يعني الميديا كلش thin بس الadventitia thick. ال last subject هو ال valves. طبعا ال valves هنا عندنا تختلف عن ال valves اللي أخذتوها بال heart من ناحية التركيب. هنا مجرد هي عبارة عن folds أو flaps مثل الطيات طالعة من التونيكا انتما وتمتد إلى داخل ال lumen of the vessel. طبعا هي هاي الفلابس تكون ريتش بالإلاستيك فايبرز حتى ينطيها المرونة بالفتح والغلق، وأيضا تكون covered in on both sides بالإندوثيليوم لأنه هي أصلا جاية يعني من التونيكا انتما، واللايننج مال التونيكا انتما هو إندوثيليوم. الفانكشن بالنسبة للفالف هو احنا يعني اكيد عندكم معلومه عنه انه هو يسمح بانه يكون one direction لل blood flow اللي هو باتجاه الهارت، فاذا هو يمنع الباك فلو اوف ذا blood بالاتجاه المعاكس. السبب في ذلك انه احنا عندنا اكو اماكن بالجسم البلود فلو يكون against gravity عكس الجاذبيه الارضيه، فلذلك حتى نمنع الباك فلو للبلود يعني هناك لازم تكون موجوده الفالفز. فنشوف الفالفز اكثر شيء موجوده بالفينز اللي تكون هي against يعني البلود فلو بيها against gravity. فمثلا عندنا بالليجز
الـ veins of the legs تحتوي على valves عديدة. لكن في حالة إنه يصير عندي incompetence، عدم كفاءة للـ valves، بهاي الحالة راح تؤدي إلى حالة مرضية أسميها الـ varicose vein أو يسموها دوالي الساقين. الـ valves ما راح تكون موجودة بالـ veins للأماكن التالية اللي هي الـ central nervous system، superior vena cava والفيسيرا اللي هي الأعضاء الداخلية، لأنه هاي كلها يعني ما الـ blood flow مالتها ما راح يكون against gravity. هذا عندنا تخطيط هاي الـ two flaps، طبيعة الـ work مالتها، هذا الـ direction of blood باتجاه الهارت، هذا من يصير هاي من تكون opened. أما من closed هاي الفلابس تتحد مع بعضها، هاي الطيات السنين تلتصق مع بعضها فتمنع الباك فلو حتى لا يرجع الدم. هذا عندنا سلايد، طبعا هذا wall of the vessel اللي هو الفين، لأنه الفالف ما موجودة بالارتري فقط بالفين. فهاي الفالف هذا فولد واحد وهاي فولد أخرى، هما اثنين شوفوا مشون يتحدون مع بعض فيسمون انغلاق. وطبعا هاي قلنا covered by endothelium، هاي النقاط هاي كلها endothelium اللي جاية من tunica intima، وطبعا هذا اللي للتحت بعدها راح تجي tunica media وبعدين tunica adventitia. فهذول هما الفالفز. This is the end of our lecture. Thank you for your listening.